40 دقيقة رجعنا لكم، مازلنا مواصلين معكم على راديو ماد في سهر الليالي. وما دام احنا في سهر الليالي باش نحكيوا على ليالي النجوم، سلسلة وتظاهرة نظمها جمعية التونسية لعلوم الفلك، باش يعطينا أكثر تفاصيل سي هشام بن يحيى معنا بالتليفون. مرحبا بك سي هشام على راديو ماد. تحية ليك سيد أسامة، تحية لكل مستمعين راديو ماد، مرحبا بكم وشكرا على الاستضافة. بارك الله فيك. دونك ليالي النجوم كان تعطينا فكرة على الإطار نتاع ليفينمون هذا. طبعا بعد النجاح الكبير اللي شهدته ليلة النجوم، وانت سيادتك كنت شرفت على تنشيط الليلة هذه، يعني شفت يعني الشغف الكبير والحضور الكبير اللي شهدته، يعني النجاح أكثر من 6500 زائر في ليلة واحدة. جمعية التونسية حاب تتواصل يعني على نفس النسق، وقلنا مادام فما إقبال قلنا علاش لا نواصلوا ونعملوا ليالي نجوم أخرى نفتحوها للجمهور بالمجان. لذلك يعني في حابين نوظف يعني التبضع والتسوق والاستهلاك نوظفوه لفائدة يعني نشر الثقافة العلمية. قلنا علاش لا يعني في مركبات تجارية كبرى يعني نحولوهم إلى مراسة فلكية إذا صح التعبير. وهذا يعني اللي صار، إنه يعني نسقنا مع الجهات المعنية والمركبات المعنية اللي هم مركبات تجارية كبرى، إنه يعني ننظم ليالي النجوم اللي الهدف منها كما قلت لك هو هدف كبير من أهداف الجمعية متاعنا، هو نشر الثقافة الفلكية. وطبعا يعني يعني للعائلة، موجه للعائلة، للطفل، للشاب. ذاك علاش يعني الفضاء اللي وضفناه فيه ثلاثة تلسكوبات مع عرض على شاشة عملاقة، كذلك فما هذايا في الفضاء في اللي باركينج يعني بتاع الفضاء هذايا. ثم وظفنا كذلك، جهزنا فضاء آخر مخصص للأطفال، مش يرسموا الكون، مش يرسموا الفضاء بعيون الأطفال، سوى يعني حسب الخيال متاعهم أو حسب ما شافوه الحاجات اللي شافوها في التلسكوب، يحاولوا في فضاء الأطفال اللي وضع يعني حطيناه يعني حسب الكراسي نتاع الأطفال بالجو بالألوان وكل شيء، وظفناه مش يكون الفضاء هذايا مخصص للأطفال ومؤهل إنه يستقبل الأطفال. كذلك يعني الوليدات اللي تعداوا على الفضاء، صغار سيرتو اللي تعداوا على الفضاءات نتاعنا سواء التلسكوبات او فضاء الاطفال، ياخذوا شهاده نتاع بيتيت استرونوم يعني شهاده الفلك الصغير كذكرى لعبوره ومروره بالفضاء نتاعنا، هذه كهديه وذكريات. فما هدايا، فما العاب، فما مسابقات للاطفال كل ليله لهنا من 11 اليوم البارح في الليل 11 أوت إلى 14 أوت 2022، ونكونوا من 7 متاع الليل حتى نصف الليل في الفضاء التالية. مع نزيد نذكر أنه دخول حر بالمجان لكل زوار الفضاءات التجارية الكبرى اللي حدثنا عليهم في البلاغ متاعنا على صفحة فيسبوك. واضح. دونك لهنا معناتها أصبح فما وعي بالثقافة العلمية هذه، معناتها حسب رأيك أنت فما إقبال معناتها؟ هذا أهم. نحن البارح بدينا البارح لاحظنا الإقبال كبير، يعني نحن نحسبوا كصغير اللي خذا الشهادة تقريبا في 1000 زائر، يعني بالنسبة لي يعني للفضاء يعني في ليلة واحدة كتجربة، والناس الكل يعني سمعوا بليلة النجوم في الفضاء هذايا وجاو، يعني فما إقبال كبير، وفما دي فامي يجيو يحبوا ينخرطوا يعني يحطوا أولادهم في الفضاء هذايا في الجمعية، ويحبوا يعني يغرموا أولادهم. معناتها مجال عندهم هما للاكتشاف، خاصة أنه يعرفوا اللي فما قصص نجاح. شفت يعني في ليلة النجوم فما قصص نجاح جاءوا، يعني سلمى البركاوي، فما محرز الزريبي، محرز الزريبي، يعني نادر المصمود، شخصيات اللي هما يعني نجحوا بفضل الفضاء بفضل الفلك. وهذا يعني مهم جدا أنه نعطيه فكرة على الصغار على أنه شنو نجم يكون مستقبل نتاعهم مع الفضاء، ولعل يعني هالزيارة هذه اللي نعطيوها لهم أو شادي نعطيوها لهم كن لتنسال الأولى، من أنه يكونوا مش يكون يمكن فلك، يمكن كوسمونات، علش ليه؟ خاصة أنه تونس بدأت تقترب شوية وتاخو يعني الخط المستوي نحو الفضاء.
واضح يا سيدي، يعطيك صحة، بارك الله فيك سي هشام يحيى، صحة وبارك الله فيك، يعيشك بارك الله فيك، ليك وللجمعية التونسية لعلوم الفلك وكل الجمعيات الفلكية اللي قاعدة تخدم في خدمة كبيرة برشا في المجال الفلكي أو في مجالات الفضاء. احنا مواصلين معكم.